تعهدت فنلندا بتقديم معدة دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو. وقالت وزارة الدفاع الفنلندية في بيان أن التبرع الجديد سيضاعف القيمة الإجمالية للمساعدات الدفاعية من هلسنكي إلى كييف بمقدار 3 أمثال، يصل إجمالي المساعدات إلى 590 مليون يورو حتى الآن. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أن الحزمة لا تشمل دبابات ليوبارد 2. أما ليتوانيا فقد أعلن وزير دفاعها أن عدة دول سترسل دبابات ليوبارد إلى كييف، وذلك عشية اجتماع لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا في ألمانيا اليوم. وتتواصل المباحثات في شأن الدعم العسكري لأوكرانيا خلال اجتماع لخمسين بلدا دعت إليه الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين العسكرية. زخم عسكري منقطع النظير، فعزيمة حلفاء كييف لم تنكسر على الرغم من مرور 11 شهرا على بدء الحرب، بل أصبحت أقوى من أي وقت مضى. اجتماع ضم قادة الناتو ومسؤولي الدفاع من نحو 50 دولة في قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا، جمعهم وقوفهم إلى جانب أوكرانيا بوجه عدوتهم روسيا. كييف التي تنظر إلى مساعدات واشنطن والغرب على أنها المخرج الوحيد من الحرب الشعواء في بلادها، فالرئيس فلوديمير زيلنسكي الذي لا يكل ولا يمل من طلب أسلحة ودبابات من حلفائه يدعو اليوم إلى تسريع تسليم الأسلحة. خلال الأسابيع القليلة الماضية شكلت مسألة إرسال أنواع معينة من الدبابات لأوكرانيا معضلة عليها وعلى حلفائها، فكييف ترى أن بعض الدبابات قادرة على حسم المعركة، بينما الناتو يرى حاجة لوجود توازن بين جميع الأنظمة الدفاعية. روسيا المدركة لما تنتظره أوكرانيا من أسلحة غربية صرحت في وقت سابق أن إمداد كييف بأسلحة طويلة المدى قادرة على استهداف عمق الأراضي الروسية سيؤدي لتصعيد خطير في النزاع، بينما في أحدث تصريحاتها موسكو تقول إن الدبابات الغربية لن تغير شيئا على أرض المعركة. أما واشنطن والتي تعهدت بمساعدة عسكرية جديدة لكييف تقدر ب2.5 مليار دولار أمريكي، فتدعو الآن الحلفاء لتكثيف زخم المساعدات. نحن بحاجة إلى الحفاظ على زخمنا وعزمنا، ونحن بحاجة إلى التعمق أكثر. هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، في عقد حاسم بالنسبة للعالم، لذلك لا مجال للخطأ. سندعم أوكرانيا في دفاعها عن نفسها مهما طال الأمر. التصعيد الآن عنوان المشهد، وتصريحات الساسة لا تترجم إلا لاستمرار الحرب وغياب كلي لأفق السلام. فموسكو التي أكدت أن الشحنات العسكرية لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لها تشدد في الوقت ذاته على أن نهج الولايات المتحدة يقود العالم إلى سيناريو كارثي. أفادت السلطات الروسية الموجودة في زاباروجيا جنوب أوكرانيا عن زيادة حدة المعارك في المنطقة، حيث تجري مواجهات على طول خط الجبهة. وكان الجيش الروسي أكد في وقت سابق أنه احتل قرية لوبوكفي الصغيرة الواقعة قرب نهر دنيبرو على مسافة أكثر من 60 كيلومترا جنوب شرقي زاباروجيا. ميدانيا قالت قوات موالية لروسيا في شرقي أوكرانيا أن القوات الروسية سيطرت على كليشيفكا، وهي بلدة صغيرة جنوب يخموت شرقي أوكرانيا. وتقع هذه البلدة التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 400 شخص على بعد 9 كيلومترات جنوب بخموت، حيث خاضت وحدات من مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة معركة استنزاف استمرت شهورا مع القوات الأوكرانية. بينما قال الكرملين أن علاقات روسيا مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، وأنه لا يوجد أمل في تحسنها في الوقت الحالي. هذا وتدهورت العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر في العام الماضي منذ أن أرسلت موسكو قواتها المسلحة إلى أوكرانيا، وردت الدول الغربية بمجموعة من العقوبات الاقتصادية ومزودة أوكرانيا بالأسلحة.
من بيروت ينضم إلينا الخبير العسكري خالد حمادة. سيد خالد، أهلا وسهلا بك. سيد خالد، نتحدث هنا عن الجانب العسكري. إذا ما نظرنا إلى كميات هذه المساعدات العسكرية، واليوم هناك دعوات مستمرة لزيادتها، ما هو الفرق الأساسي هنا؟ هل نتحدث لربما تدعيم أوكرانيا للفوز على روسيا، أم فقط للتصدي لهجومها على الأرض؟ مساء الخير. يعني أولا أنه أبسط معايير تقدير أي ميزان عسكري تعتمد أولا على أبعاد حقل المعركة، وتعتمد على حجم القوات المزجة في هذه المعركة. لا يمكن القول أنه هناك تغيير نوعي أو انتصار بطريق على آخر من خلال معركة محدودة الأبعاد كالتي تجري في سوليدار أو التي ستجري في بخموت. يعني كل هذه البقعة القتال لا تتجاوز أبعادها 400 كيلومتر مربع، في حين نحن نتكلم عن مسرع عمليات تتجاوز مئات آلاف الكيلومترات المربعة. كل هذه المساعدات الغربية إنما يمكن أن تساعد في إطالة أمد الصراع في بقعة محدودة، أو في إطالة يعني قدرات الدفاعية عن مدينة محدودة. ولكن ماذا لو قامت روسيا بهجمات أخرى يعني في مناطق تبعد كيلومترات عديدة عن بخموت أو عن سوليدار؟ كذلك يعني سيكون الغرب مضطرا لحشد مزيد من المساعدات. كل ما يتم الكلام عنه هو فعلا يعني لا يتجاوز قدرات قتالية للواء مدرع. لذلك يعني عندما تقول بريطانيا أنا سترسل 14 دبابة، ماذا يعني ذلك؟ ذلك يعني أنه هذه توضع في خدمة وحدة عسكرية لا يزيد عددها عن 100 عسكري أو 150 جندي. وبالتالي ليس هناك يعني من خلال هذه المساعدات إمكانية للحديث عن تبديل في ميزان القوى، بل هو عملية تدعيم مواقع دفاعية محلية. بشكل عام يعني يمكن القول أن العمليات العسكرية أولا بسبب عوامل الطقس، ثانيا بسبب الدفاع عن نقاط يعني قوية، ما يسمى بالسترونج بوينتس التي تعتمدها القوات الأوكرانية، بمعنى أن تتمركز في المدن أو في محيط المدن وتقيم دفاعات وأجهزة دفاعية يعني بإمكانها الصمود أمام ضربات المدفعية والراجمات وهجمات القوات الروسية. ولكن كل ذلك لا يمكن أن يقلب ميزان المعركة، بمعنى أن يتحول يعني الروس إلى مهرولين أمام القوات الأوكرانية ويعني يبغون الانسحاب إلى الداخل الروسي. يعني لكي نكون منطقيين، كل هذه المساعدات الغربية تبدو وكأنها دعم لمعارك محدودة في مناطق معينة، ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى قلب ميزان القوى. نعم، هذا الآن في ظل كل ما تصفه روسيا بالعملية العسكرية هنا سيد خالد، فإذا ما تحدثنا عن تحولها إلى حرب بحسب وصف الجانب الروسي، فكيف يمكن أن يتحول هذا الدعم ما دام يحدد بمواقع عسكرية ولربما قد يساهم في نتيجة مختلفة بشكل أني، ولكن ليس في مخرجات الوضع ميدانيا بشكل عام؟ يعني يمكن عندما نقول عن حرب يعني عندما نتكلم كما قلت عن معارك عسكرية متعددة في أماكن عديدة، مثلا لو فتحت الحرب مقابل البحر الأسود مثلا، حيث تعسكر وحدات بحرية كبيرة من الجيش الروسي في البحر الأسود، أو إذا كان هناك جهد عسكري باتجاه الحدود البيلاروسية، أو تمكنت القوات الأوكرانية بدعم ما من فتح هجوم آخر في اتجاه زاباروتشا، ساعتها يمكن الحديث عن حرب. أما فيما يحدث اليوم فنحن نتكلم يعني عن سوليدار ونتكلم عن بخموت، وهي التي تبعد عنها يعني ربما أقل من 15 كيلومتر، وبالتالي نحن نتكلم عن بقعة قتال لمناورة وحدات محدودة من القوى، ولا نتكلم عن حرب شاملة. يعني ماذا يمكن أن تساوي بخموت أو سوليدار أو كل المدن الموجودة هنا، مقابل عندما يتكلم وزير الدفاع عن أنه سيتم رفع عديد القوات الروسية إلى 1.5 مليون جندي؟ يعني كل هذا يدل أنه لازلنا فعليا في عملية دفاع محدودة عن نقاط محدودة من الجانب الأوكراني. الروسي أعتقد أنه لا يريد تطوير هذا الهجوم إلى أماكن أخرى، ربما تجنبا لإثارة مخاوف
إضافية في أوروبا، ربما الروسي يحاول أن يرسل رسائل اطمئنان إلى أوروبا، ونحن نعلم أنه بالاتجاه المقابل هناك عديد من التناقضات بين الحكومة الألمانية والولايات المتحدة، وكذلك هناك نوع من المعارضة في الداخل الفرنسي لعدم المضي قدما في هذه الحرب، لا سيما أنه تستنزف الاقتصادات الأوروبية لصالح حرب لا تبدو أن هناك نهاية لها أو عملية سياسية ماثلة في الأفق. إذا أعتقد أنه القوات الروسية والسياسة الروسية في إدارة هذه المعركة تستند إلى عملية رد الهجمات الأوكرانية وتحقيق بعض النجاحات، وفي الوقت نفسه عدم إثارة المخاوف الأوروبية، ودفع الأوروبيين لكي يتفقوا مع الموقف الأمريكي وبالتالي يندفعون إلى مزيد من الانغماس في هذه الحرب. شكرا جزيلا لك سيد خالد حمادة الخبير العسكري، كنت معنا من بيروت. من برلين ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية والمتخصص بالشأن الأوكراني الدكتور خليل عزيمة. دكتور خليل أهلا وسهلا بك. دكتور خليل، نتحدث عن استمرار هذه المساعدات العسكرية المقدمة من الدول الأوروبية اليوم، بحسب المراقبين فإن هذه المساعدات لا تغير شيئا في مسير ما يجري على الأرض، وإنما فقط لربما تساعد أوكرانيا على بعض الانتصار والتصدي في بعض هذه المعارك الجانبية. لكم والمشاهدين الكرام، تماما كما تفضلت سيدتي، هذه المساعدات العسكرية الغربية والأمريكية هي لدعم صمود أوكرانيا وليس لإنهاء الحرب. هناك رغبة غربية بإطالة أمد الحرب، ورأينا دليلا على ذلك، رأينا عندما تدفق قدرا كبير من الأسلحة على أوكرانيا كيف استطاعت أوكرانيا أن تتحول من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، ونتج عن ذلك كما نعلم تحرير مناطق بشرق خاركوف وخيرسون وغيرها. الغرب يحاول الإطالة في عمر هذه الحرب لإنهاك روسيا أكثر فأكثر، لأنه لو فعلا أراد أن يكون هناك انتصار سريع لأوكرانيا كان من البداية أو من الآن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفعالة الضرورية للمعركة كالدبابات وأنظمة الصواريخ المضادة للأهداف الجوية وغيرها، لكن نرى أن دائما تكون هناك الامدادات العسكرية بشكل ليس كثيف، مع أن على سبيل المثال اليوم وبعد انتهاء الاجتماع الغربي في وزارة الدفاع هناك مجموعة حزمة كبيرة من المساعدات العسكرية، ولكن هذه الحزمة لا تتضمن الأسلحة الثقيلة التي طلبتها أوكرانيا على رأسها الدبابات وطائرات الـF-16، مع أن وزير الدفاع الألماني ترك الباب مفتوحا أمام هذا الجدل حول تزويد أو عدم تزويد، وخاصة وأنه جديد في منصبه، فترك الباب مفتوحا أنه يمكن أن يناقش ويهتم شخصيا في هذا الأمر ويدرسه. وأيضا الولايات المتحدة ضمن مساعداتها ذكرت بشكل واضح أنه لن يكون ضمن هذه الحزمة العسكرية المساعدات العسكرية الدبابات الثقيلة التي ترغبها أوكرانيا. لذلك الآن الغرب نرى أنه يحافظ على وضع معين يمكن أوكرانيا من الصمود أكثر وأكثر وإيقاف الزحف الروسي، وهذا بالفعل ما تحققه المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا. نعم. وخاصة أن الغرب يعي تماما أن هنا تحاول روسيا بشكل دائم الإعلان دائما على أنها تحارب الناتو والناتو وهي تتصدى للناتو، لذلك الغرب يحاول إفادة أو عدم إعطاء الذريعة لروسيا بأن الناتو يشارك في الحرب، ولذلك يحاول دائما إعطاء الأسلحة التي فقط تؤدي إلى الدفاع وليس ولا تصل إلى العمق الروسي أو الأراضي الروسية. نعم، أمام ذلك إذن اليوم ونحن لا نسعى إلى هدف موجود خاصة من قبل هذه الدول التي تدعم كونها حرب أو عملية استنزاف وليس هناك أجل محدد لما يحدث، كيف بإمكانها أن تستمر خاصة عندما نتحدث عن أوضاع صعبة تعيشها هذه الدول بحد ذاتها؟ هذا ما لمسناه خلال الاجتماع في ألمانيا، هناك عدم توافق، هناك
بعض التلميحات بخفض الدعم العسكري إلى بحدود معينة، وهناك بالمقابل هناك الطرف الآخر الذي يؤيد الاستمرار في الدعم العسكري، رفع من كمية الدعم العسكري. الآن قبل قليل انتهى أو لا وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي، في البداية سمعته يؤكد على استمرار الولايات المتحدة بدعم العسكري، تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ما طالما إلى أراضيها محتلة. وحتى قبل ذلك كان هناك تصريح أنه إذا قامت أوكرانيا بالعملية العسكرية لتحرير القرم وشبه جزيرة القرم، أيضا الولايات المتحدة ستدعم ذلك وستدعم الجهود الأوكرانية. إذا الدعم الأمريكي ثابت، ولكن كما قلت في البداية هناك خطوط حمراء وضعتها الولايات المتحدة لا تريد أن تتعداها لئلا تضع ذريعة لمواجهة محتملة مع روسيا وتحويل هذه الحرب إلى حرب عالمية. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية والمتخصص بالشأن الأوكراني الدكتور خليل عزيمة.